الفرعون المصري توت عنخ آمون مات تحت تأثير الكحول. فرضية جديدة تثير جدلا واسعا حول لغز موت الملك الفرعوني الشاب. عالمة المصرية الطبية الحيوية صوفيا عزيز كشفت لمجلة بي بي سي ساينس فوكس أن توت عنخ آمون مات بسبب حادث تعرض له أثناء قيادته لعربة بسرعة كبيرة بينما كان تحت تأثير الكحول. عزيز رجحت إصابة توت عنخ آمون بكسور خطيرة في الساق تسببت لاحقا بعدوى ثم وفاته وهو في سن 19 عاما. اختلفت الروايات حول موت توت عنخ آمون، بعضها رجح أنه كان مريضا بالملاريا، وأبحاث أخرى زعمت أن الملك الشاب كان بحاجة إلى عصا للمشي في إشارة إلى أنه كان يعاني من إعاقة في قدمه. إلا أن العالمة المصرية نفت كل هذه النظريات قائلة إن الممتلكات الموجودة في قبره والتي تنوعت بين عربات ودروع ومخبأ نبيذ تثبت صحة فرضيتها.